اقدر اقول ان الفيديو ده هيكون تقريبا اكتر فيديو حزين او كئيب من اول ما بدأت. الفيديو ده هيكون مليان مشاعر عميقة وحزينة جدا، المشاعر المقترنة بفقدان شخص عزيز جدا في حياتنا. فلو مش عاوزين تتفرجوا على الفيديو مفيش مشكلة، تقدروا تفوتوا الفيديو ده وترجعوا كمان كام يوم او الاسبوع الجاي، هتلاقوا الفيديوهات العادية اللي بتنزل دايما على القناة دي. اما لو عاوزين تعرفوا ازاي تتعاملوا مع فقدان شخص عزيز من واقع تجربتي انا الشخصية، خليكم معايا. طبعا الناس اللي يعرفوني كويس جدا الموضوع اللي انا هتكلم فيه النهاردة مش جديد بالنسبة لهم، عارفين كويس جدا ان من حوالي سنتين انا فقدت امي. فقدان امي اثر فيها جدا بطريقة صعبة، يعني صعب ان انا اقدر اوصف حجمها مهما اتكلمت ومهما وصفت. بس اكيد الناس اللي فقدت امها او فقدت ابوها وكان بيلعب دور كبير جدا في حياتهم عارفين كويس قوي الاحساس ده. بس النهاردة انا عاملة الفيديو ده مش علشان اتكلم عن نفسي، انا عاملة الفيديو ده عشان احاول اساعد الناس اللي فقدوا امهم او ابوهم او شخص عزيز جدا في حياتهم ومش عارفين يتعاملوا مع ده ازاي. انا عشت طول حياتي من وانا طفلة يجيلي كوابيس انه انا امي توفت، فكنت اصحى من النوم ادور عليها ولما الاقيها عايشة افرح واحس ان انا الحمد لله يعني امي عايشة. فضلت طول عمري احس ان ماما لسه هتعيش، يعني لسه قدامها كتير جدا ولسه في احلام كتير هحققها معاها وهعمل حاجات كتيرة جدا عشانها. لكن للأسف يعني رحيلها ما كانش متوقع خالص وكان بشكل سريع جدا ومفاجئ. طبعا اتصدمت، عيط، انهارت، حزنت، اكتئبت، اعتزلت الناس، حس ان كل حاجة في الحياة فقدت قيمتها بالنسبة لي. الحزن اللي احنا بنحزنه قوي ده هو فعلا مش عليهم، هو على نفسنا. احنا حزينين على نفسنا، حزينين ان احنا بقينا لوحدنا، حزينين ان احنا بقينا من غيرهم. بس هم اكيد في مكان افضل وهم ده قدرهم، ده وقتهم ان هم يمشوا واحنا كمان هيجي علينا وقت وهنمشي. الفكرة بقى والمعضلة في تقبل هذه الحقيقة، في تقبل هذه الفترة اللي احنا عايشينها من غيرهم. انا امي كانت بالنسبة لي هي كل حاجة، كانت صديقتي وكانت حبيبتي واختي الكبيرة وكل حاجة في حياتي، يعني نصايح امي، الحكمة امي، كل حاجة اتعلمتها في حياتي من امي، قدوتي في الحياة هي امي. فانا مش طالعة النهاردة عشان اقول لك خطوات تنفذها فتتعامل بيها مع فقدان شخص عزيز. انا طالعة اقول ان الموضوع مش سهل، الموضوع هيبقى مؤلم. اول مرحلة مش هتستوعبه ومش هتصدقه ومش هتتقبله، حتى لو شفتوهم داخلين القبر قدامكم، حتى لو لبستوا اسود، حتى لو وقفتوا في العزاء وسلمتوا على الناس وفكرتوا ان الشخص اللي بتاخدوا عزاء ده هو اعز شخص في حياتكم، احتمال برضو تفضلوا مش مصدقين. هتفضلوا تدوروا عليهم في الاماكن اللي كانوا بيبقوا قاعدين فيها، هتفضلوا تمسكوا الحاجات بتاعتهم وتبصوا فيها وتتخيلوا ان هم هيرجعوا في وقت ما وهيستخدموا الحاجات دي تاني، وهتفضلوا شايلينها ومش تبقى عايزين حد تاني يلمسها. هتفضلوا تدوروا عليهم في كل الاماكن، هتفضلوا تبصوا في الارقام بتاعتهم، تبصوا في الرسائل اللي كانت بينكم من بعض، تبصوا في الصور. هتعدوا مرحلة طويلة جدا من عدم التصديق اللي حصل، بعدين هتدخلوا في مرحلة ان انتوا هتستوعبوا ان ده حصل بالفعل. لما تبتدي تيجي تواريخ او تيجي احداث المفروض كانوا يبقوا هم معاكوا وهم مش معاكوا النهارده، تبتدوا فعلا تحسوا ان انتوا فعلا فقدتوا هذا الشخص. الشخص ده مش موجود فعلا، الشخص ده مش راجع تاني، الشخص ده مش هتشوفوه تاني خالص، مش هتسمعوا صوته، مش هتقعدوا معاه. وبتيجي بقى هنا الحته اللي بتتفرموا فيها تماما، واللي بقى يا اما نعدي منها ونطلع منها بني ادمين عاديين ونكمل عادي ونبقى اقوى واحسن من الاول، او بنبقى خلاص بقى لا نصلح ان احنا نعيش، خلاص نبتدي نموت بالبطيء. الحزن شيء جميل، بيهذبنا، بيعرفنا فعلا ان احنا قد ايه ضعفه، بيعرفنا قد ايه ان احنا في حاجات ما نقدرش نتحكم فيها. مش كل حاجه في حياتنا نقدر نتحكم فيها على فكره، في حاجة اسمها القدر، ان احنا هنا دورنا محدود جدا في الصورة الكبيرة اللي ربنا رسمها لنا. بعد بقى بنستوعب انه خلاص الشخص ده راح فعلا، الشخص ده مش هيجي تاني، بنبتدي بقى نحاول نتعود على الحياة من غيرهم، الحياة وهم مش موجودين فيها. اللي انا عملته بقى ان انا ابتديت ان انا اعدل اوضاع اشياء كتير جدا في حياتي ما كانتش واخدة حقها، كانت يعني دايما دور تاسع ودور عاشر، بقت رقم واحد ورقم اتنين. موضوع مش سهل، موضوع هيتطلب قوة واستحمال وتفاهم. خلينا نسيب ورانا حاجة كويسة، خلينا نسيب ورانا حاجة تنفع غيرنا، لأنه كله على بعضه العمر لحظة وبيعدي. الإنسان سيرة وما لناش غير أعمالنا في الآخر. وأشوفكم على خير بإذن الله. باي باي. أنا قلت في أول الفيديو الفيديو ده هيكون حزين وكئيب، أنا عارفة يعني، بس أنا عايزة أوصل كلام حقيقي.